في المجال الزراعي تستخدم في دراسة فسلجة النباتات وتغذيته وحفظ المواد الغذائية. إذن في دراسة فسلجة النباتات وتغذيته وكذلك في حفظ المواد الغذائية. المواد إذا الغذائي إذا في المجال الطبي في تعقيم المستلزمات الطبية وفي كذلك القضاء على الكائنات المريضة المرضية اللي تسبب أمراض مثل الفيروس، وفي المجال الزراعي في حفظ المواد الغذائية وفي دراسة فسلجة النباتات وكذلك تغذيتها. أما في المجال الصناعي فشوية في تسيير المركبات الفضائية، كذلك في تسيير السفن البحرية. هاي وهاي بس الصناعي في تسيير المركبات الصناعية والفضائية. الصناعية شو المركبات البحرية يعني أقصد، والسفن يعني بهذا الشكل. فهاي تطبيقات جدا حلوة وسهلة، على الأقل تكون أسهل من المخاطر شوية مزعجة. فتطبيقات راح تكون طبي وزراعي وصناعي. الطبي في متعقيم المستلزمات الطبية دائما كرروا كرروا عم تحفظوها. في تعقيم المستلزمات الطبية، في أيضا القضاء على الكائنات اللي تسبب الأمراض مثل الفيروسات. في المجال الصناعي في تسيير المركبات الفضائية وكذلك السفن البحرية. في المجال الزراعي في حفظ المواد الغذائية في دراسة فصول النباتات وتغذيتها. بالنسبة لي مخاطر وفوائد، راح ناخذ مخاطر راح ناخذ فوائد. احنا اخذنا سابقا تطبيقات زين. هنا شو يقول لي مصادر الإشعاع النووي الخلف الطبيعي. شوفوا احنا منين نحصل على هاي مصادر الإشعاع النووي؟ نحصل على مصدرين رئيسيين. أولا مصادر الإشعاع النووي أكو طبيعي، نفس تكتبوا طبيعي، وأكو صناعي. الطبيعي منين؟ الأشعة الكونية، طبعا هذا أعتقد وزارة جاي وبالأسئلة تقول اللي هو الأشعة الكونية والإشعاع النووي من القشرة الأرضية والنشاط الإشعاعي. إذا عندكم طبيعي الأشعة الكونية والنشاط الإشعاعي في جسم الإنسان، تحفظوا لي هذا، وكذلك هذا النشاط من القشرة الأرضية بكيفكم، بعد حفظوا مثالين كافي. بالنسبة للاصطناعي اللي هي مصادر النووية المشعة المستهدفة الطب لغاية التشخيص والعلاج، والغبار النووي الساقط والأشعة النووية. زين شوف راح تحفظون. بالنسبة للطبيعي تحفظوا لي مال السرطان الكانسر النشاط الإشعاعي طبيعي والأشعة الكونية، أو تكتبون الأشعة النووية من قشرة الأرض. والله هذا سهل. بالنسبة للاصطناعي المستخدم في الطب لغرض العلاج والتشخيص اللي هو نفسها من الكانسر، وفي النفايات النووية المشعة من يحرقون النفايات النووية المشعة. واضح؟ زين فبالتالي تحفظون هاي الفقرتين. إذا المصادر أما يكون طبيعي أو اصطناعي. الطبيعي اللي هو الأشعة الكونية والنشاط الإشعاعي في جسم الإنسان، أما الاصطناعي المصادر في